اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من اسرار شرق اوسطية. وكالة طاس عن كيريلوف تؤكد من جهتها وهي وكالة رسمية ان هناك مراسلة في 15 ديسمبر 2021 من شركة موتورسيك نحو بيرقدار للسماح لها لهذه الشركة على وجه التحديد وضع لحمولة بعشرين لترا، هذه العشرين لتر مواجهة لما سمي بالسلاح البيولوجي. إلى حدود هذه اللحظة راجعنا الوثيقتين المنشورتين عبر كيريلوف، لم نجد فيها شيء لأنها مكتوبة بالإنجليزية ونشرت بالروسية لتأكيد الأمر بالنسبة للشعب الروسي أن مثل هذه الوثائق لديها ارتباط بين أمرين اثنين. أول أمر أن هناك هانتر بايدن ابن بايدن له علاقة بالبرنامج البيولوجي، وحقيقة الأمر أن هذا الوضع مستبعد لسبب بسيط، لأن المراجعات المالية لهانتر على وجه التحديد كان يأخذ عن طريق فاسد منصبا يعتقد أنه لوجود أبيه كنائب للرئيس، ولن يكون في مجلس إدارة عضوا في مجلس هذه الإدارة وبدون مهارات استثنائية إلا إن كان ابن نائب الرئيس. وهذا وضع خاص متعلق بالفساد. لكن ما علاقة هانتر بالبنتاغون من جهة؟ والبنتاغون هو الذي أشرف مباشرة على 30 مختبر في أوكرانيا. هذا هو السؤال، ما دخل هانتر ابن نائب الرئيس في عهد أوباما؟ ثاني مسألة، أن هانتر لم يكن يخضع بأي حال للمهمات السرية التي يمكن إنجازها وسيرته معروفة. لذلك فأمر توريط هانتر الذي لديه فساد مالي في مسألة أخرى اسمها البرنامج البيولوجي لأوكرانيا، فمثل هذا الوضع يعتبر في الأغلب من الحرب النفسية التي تقودها روسيا. لكن وصل الأمر الآن إلى مراسلة لم تظهر في واقع الأمر، هي في 15 ديسمبر 2021. هذه المراسلة التي لا أصل لها، وإنما هناك من قرأها وهو كيريلوف، عندما قرأها في مضمونها هناك إشارة إلى رسالة مواجهة من موتورسيك الأوكرانية التي تعمل على المحركات من أجل السماح بسعة 20 لترا. 20 لتر هذه في أي زاوية يمكن أن تحللها؟ هل هي لهذه ما سمي بالأعمال العدائية البيولوجية كما يقول الروس، أم أن المسألة لا تتعلق أبدا إلا بتغيير جزئي في خزان الطائرة؟ إذن الأمر هنا يمكن أن يؤول على أي صعيد يمكن أن يقرأ بهذه الوثيقة. لكن لا وثيقة موجودة فيها مثل ذلك، ولا ربط أساسا ما بين العنصرين. والبيرقدار التي يمكن أن تعمل على ضرب الهدف بطريقة بيولوجية لن يكون سائلا بالضرورة. ثانيا، أن العملية هل انتحارية أم لا؟ البيرقدار أغلبها، انظروا إلى اليوم 16 مارس في تقييم وزارة الدفاع، الفقرة الثانية أكد فيها أن البيرقدار لم تكن، هذه جملة رئيسة في التقرير، لم تكن إلا للتجسس والاستعلام. يعني أغلب البيرقدار لم يكن في هذا الحين موجها إلا للاستعلام والتجسس، فبالنسبة للبيرقدار لم تكن مسلحة، هذه للإشارة فقط. وهذا الذي صدم الروس، يعني أن تحويلها إلى مسلحة قام بها الأوكرانيون، تطوير أوكراني بالأساس.
وإن كان هذا التطوير مفتوحا لصالح تي بي 3 فالأمر يتعلق بنسخة بحرية وليس هناك أي زاوية لتعديل البيرقدار. وإن عدلت البيرقدار إلى طائرة أخرى فإن الوضع في هذه الحالة لا يستقيم مع سعة 20 لتر، لأن كل الذي قصف إلى حدود هذه اللحظة تؤكد وزارة الدفاع الروسية في تقريرها النهائي الذي وقع عليه شويغو، وهو تقرير مفصل للغاية حول العمليات، تقييم العمليات وأيضا ذكرى كل الخسائر بما فيهم قتل الروس إلى آخره. كل هذا في تقرير شويغو. شويغو يؤكد لا مجال إلا لما سمي بالبيرقدار بصناعة تركية. الحسم في الشهر الأول، وبتقييم رسمي فإن كل الإجراء الذي قامت به البيرقدار كلها كان بتصنيع تركي. لذلك فقد التحقت البيرقدار القتالية في الفترة الأخيرة. ويذكر التقرير أن الأمر لا يتعلق إلا بحوالي 77 ساعة في بعض الأحيان، آخر شحنة كانت في 77 ساعة، وهي التي قصفت مباشرة في الضربة الأولى للرابع والعشرين من فبراير. إذن هذه الفقرة التي يمكن إيضاح المسألة فيها. المراسلة لا وجود لها، لا أصل لها، لا ليس هناك في كل الوثائق المنشورة إلى حدود هذه اللحظة ما يثبت وجود لا هذا الموعد ولا غيره. وبالنسبة للخامس عشر من ديسمبر 2021 فإن قراءة الوثيقة لا يفيد في شيء القول أن هناك علاقة بالبرنامج البيولوجي. المسألة الأخيرة أن حديث كيريلوف على وجه التحديد ولوكالة طاس يعني أن لا خطاب رسمي في الموضوع، وإنما هو قراءة لكيريلوف تبنتها وكالة رسمية. فالأمر هنا لعبة، كأن الأمر رسمي لأنه مرر في وكالة رسمية، ولكن في نفس الوقت الدولة الروسية لا تتحمل مسؤولية. على كل حال فإن المسألة غير رسمية إلى حدود هذه اللحظة. من جهة أخرى فإن قضية البيرقدار وسعة 20 لترا، المسألة هنا تتعلق بمحاولة توسيع خزان البيرقدار تيبيتو، يعني الصيغة ما سمي بالصيغة الاستراتيجية أو هذه الطائرات البيرقدار الاستراتيجية، هل هي قتالية؟ على العموم من لديه 20 لتر فهي موجهة فقط للتجسس، لأنها تبقى أكثر في الأجواء لأن لديها جميع القدرات من أجل الإبقاء هناك. هنا يطرح سؤال، إن كان هذا هو الأمر بالنسبة لوزارة الدفاع وغيره فلماذا كيريلوف ولماذا هذا التصريح؟ لسبب رئيس، لأن الضربة موجهة نحو أولا الموقف الأمريكي والمساس بابن بايدن، ومن هذه الناحية المثيرة للجدل بخصوص هذا الذي سمي مجرم حرب وغيره، هناك أيضا ما يجب أن يتابع به بايدن، فمحاولة الوصول إلى تكييف قانوني لدى النيابة العامة لموسكو من أجل مثل هذا الخيار. لكن هذه الوثيقة لم تكن ضمن 38 وثيقة المتوصل بها في النيابة القضائية لموسكو، يعني أن الأمر هنا بالنسبة للثمانية وثلاثين التي اطلعت عليها كلها ونشرنا أغلبها، كل هذا لا يفيد في شيء مثل هذا الاستنتاج. بقي الأمر هنا، هل لدى البيرقدار قدرات لاستخدام بيولوجي؟ هل هناك أمر الاستخدام؟ لو رأينا أن الكل مسلح، يعني أن كل الترتيب الجاري في هذه الطائرة بدون طيار موجهة أساسا للأهداف وثانيا للصواريخ
التي يمكن أن تصل إلى هذه الأهداف. فبالأحرى أين سيكون العشرين لتر وكيف يمكن تأمينها في عملية رش أو في عملية إيقاع؟ أي بأي حالة ستكون؟ إن استخدام الأسلحة البيولوجية كما تؤكد مدونة روسية لعام 87 على وجه التحديد في 13 من مارس 1987 وأخرى قبلها في 69 و 63، فإن مثل هذا الاستخدام على العموم البيولوجي لديه ترتيبات أساسا من وزارة الدفاع الروسية. هناك مدونة بهذا الخصوص قبل الحظر، لأن الحظر كان في حدود بداية السبعينات 72 900 و1000، ولذلك فكل هذا كان له سابق معرفة بالأمر. فهل الوضع يتعلق بفيروس؟ هل وضع قد يتعلق بشيء آخر؟ المشكل هو كيف النقل، وأن هناك إمكانية لضرب جندي محصن ولديه أيضا ترتيبات، لأن استخدام السلاح البيولوجي هناك احتمالات ضعيفة لما يشبه 1%. قبل أن تدخل روسيا إلى أوكرانيا وقبل العملية في 24 من فبراير، فإن مسألة الكيمياء كانت مستبعدة نهائيا، وبعدها أحدثها الإعلام، بعدها مباشرة أحدثها، وأصبح الأمر يتعلق بإدانة الدولة الروسية، لأنها دفعت جنودها دون أن يكونوا مجهزين لحرب بيولوجية، رغم أنها في المخازن، ولم تحرك، ولم يقرر وزير الدفاع نشر الأجهزة المخصصة لحماية الجيش الروسي في الحرب الكيميائية. عموما هذا سيعتبر خطأ استراتيجيا بالنسبة لبوتين ولمخابراته في حال الوقوع في مثل هذا الخطأ. أما الدولة الروسية إلى الآن فلا تقتنع بذلك، لكن هناك اعتبار أساسي للبيرقدار ولجو بايدن. الحرب الآن ضد البيرقدار ومحاولة وصفها بأنها سلاح بيولوجي أو ناقل لسلاح بيولوجي قادم، وما بين هانتر ابن الرئيس الذي قرر عقوبات قاسية ضد روسيا، في الحالتين هذه هي عقدة الروس في هذه الحرب. هذه الحرب كلها تدور حول نقطتين، وفيه ربط أيضا بين هانتر وما بين البيولوجي، كذلك الشأن بين البيرقدار والبيولوجي، رغم أن هذه الوضعية فقط لو كان تحقيق، لو قبل بتحقيق، ولكن إن قبل بالتحقيق سيكون له ما بعده. لذلك فالوثائق كلها التي لدى روسيا بما فيها القضائية فهي إلى حدود هذه اللحظة لم يكشف عن وثيقة جدية في هذا الاتهام. ومجرد القول أن البيرقدار كان سلاحا بيولوجيا ضد روسيا، فهذا يفيد من جهتين أن البيرقدار أصبحت أكثر أسطورية، أصبحت سلاحا أكثر أسطورية، وأن مثل هذه الإمكانية قد تصبح واردة في حال المزيد من الحصار، وخصوصا في كييف. كييف التي أغلقت كل الآن زيلينسكي وبقرار منه أغلق كل المختبرات بشكل كامل حتى لا يتهم الروس الأوكرانيين باستخدام السلاح أو تأهيل الجيش لمثل هذا الاستخدام. وفي هذه الحالة البيرقدار من أجل حمل مثل هذه الأسلحة البيولوجية واستخدامها، إذن هو أغلق كل ما يثير الشبهة. ورغم ذلك فإن لا تقرير إلى حدود اللحظة، لكن هناك اتهامات بجعل هانتر ممولا للبرنامج البيولوجي وبيرقدار بأنها سلاح بيولوجي أو حامل للسلاح البيولوجي. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.